اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل خطوة تشجيع بسيطة للحصول على الدعم. الاستفادة من الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، نقوم بالضغط هنا ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن موقع CDPMS في ظهرنا على الشكل، ثم سوف نقوم بالضغط هنا طلب الاستفادة، سوف نقوم باختيار الجنس أنثى أو ذكر، سوف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني، سوف نقوم بكتابة معرف الرقمي، سوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة، سوف نقوم بإدخال رمز الآلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا التأكيد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.